مفروض انت ملك الغابه، شكو الاسد؟ شوف شلون قاعد وراهي، ولا يفهم حق احد ولا حد فاهم له، ما غير يتاوى ابو. لا ما قلت لي، شلون الوالد؟ شكو انت بالوالد؟ ليش تسألين؟ عادي يعني مجرد سؤال، ليش فيها شيء؟ لا عادي ماكو شيء. انت شلون خالتك؟ خالتي زينة، ليش تسأل؟ عادي ليش فيها شيء؟ استغفر الله يا رب تتخلص هالرحلة وفتك. شمردل انت ليش كذي؟ أنا ما قمت أعرف لك، الحين بالمكتب تقول المكتب ضيج وخنقة والإطلالة سيئة وماكو نفس، الحين احنا قاعدين بحديقة ما شاء الله الهواء نقي والشير على مد النظر وصوت العصافير، شنو تبي أكثر من هالجمال؟ أي جمال تحكين عنه؟ عادي صوت عصافير شنو ما تسمعين بالبيت أنتي؟ عند الجام أوه 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 شنو جديد يعني؟ ولا مد النظر خضرة عادي أدش عند جوجل أكتب خضرة على مد النظر وبق وحشرات وحر وانا كل شوي حاك ويهي، شو الوناسه؟ تصدق انا متفاجئه فيك، يعني انت خليت كل الاشياء الحلوه وقمت تشوف الاشياء السيئه. صوت عصافير صار صوت حمامه وحشرات وما ادري شنو، من صدقك انت؟ صيره انت نفس ابوي بعد ها؟ متشائم، سلبي، غير متفائل. فاضل لكم انا، وين الوناسه؟ ابي الوناسه اللي قاعد تحكين عنها، وين؟ مي بس بغيتك بموضوع ضروري. اي حاضر ارفع عليك. لا تعالي معي هناك بس لان الموضوع وايد برايفت. اوكي. انا ذنك شمردل. باي. متى بتمشون؟ انا صدق طلعت ثوله وكل الحكي اللي قلتيه صح. ما فهمت ايش تقصدين؟ حمد. حمد طلع يحاكي وحده ثانيه. هانت عليه العشرة وهنت عليه أنا وعيالي. حبيبتي بالطقاق أنا أقول لك تطلقي وعيشي حياتك، ترى الدنيا ما توقف على واحد. لا والله، تبيني أتطلق ويسافر معاها ويروح يعيش بديرتها؟ سافر وراها؟ ليش؟ طلع حمد قاعد يحاكي وحدة أجنبية يصرف عليها وماخذ لها شقة ويصرف على أهلها أمد. وأنت من وين جبتي هالحكي؟ صدته بالجرم المشهود. هات شوفي شوفي الحمار والشقار، شوفي الجسم مرسوم رسم مصيبة. حسبي الله على إبليسك. والله أنت صح، أنت اللي فاهم الدنيا. مفروض أنت ملك الغابة، شكو الأسد؟ شوف شلون قاعد وراهي، ولا يفهم حق أحد ولا حد فاهم له، ما غير يتاوى ابو. إيه والله المفروض انت رفيجي، والله هذين. ها ايش فيك؟ قاعد تسولف مع القط وكنا يا بنت حلال. انت من مسلطك علي؟ خليني اسوي اللي براسي، ما لك شغل فيني. انا بعرف نفسيتك واعصابك هذه على الكل ولا بس علي انا؟ لان لو على الكل معناته انت فيك مشكله، بس لو علي انا معناته انا اللي فيني مشكله. انت الحين قصب تسوين في مشكله وفي موضوع في عمق حق الموضوع، ان منو اللي زعل؟ انا زعلته خلاص بوتيشن. هذا حكي حق الكل واولهم انت. على العموم الرحله اللي لايعه كبدك منها انتهت، وتقدر الحين تروح تنطرنا عند منطقه الباصات، انا بروح نادي الباجي. هذا احلى شيء سمعته منك، يعني ما اتوقع راح اسمع احلى من كذي صراحه. ما يضحك، وعلى فكره دمك صاير ثقيل. ثقيل؟ تصار دمي خفيف على عشان صرت ثقيل. حكيت استعيليهم ها، خلي ينجزون اسرع. ملك الغابه انت اسد، شعر وايد انت شعر وايد، بس هذاك ماخذها حجم. يلا على اذنك. خلاص يا جماعة تقدرون تروحون تنطرون بالباص لأن الوقت تأخر. يلا. ها إيش صار؟ ما بينت؟ لا والله
عيست وانا ادق عليها جهازها مغلق ما ترد. شباب في احد فيكم شافها؟ ما كلمت احد فيكم قالت بمشي. جماعه مو يا اهل بعد قاعد تحاتونها؟ اكيد طاقها الحر والشمس وخذت تاكسي وردت. بتردون انت ولا باخذ تاكسي انا نفسي برجع؟ اي والله عدل كلامك، وانا عن نفسي تاخرت على بيتي وعيالي مع العامله ما اقدر اكثر عن كذي، وبعدين كلكم تعرفون انها هي مزاجيه يمكن غيرت رايها وكشتت فينا ومشت. خلاص ردوا انتوا بيوتكم، انا بتم هني. بشوف ايش بسوي بعد، شو اسوي؟ ليلى من صدقك وين قاعدين احنا؟ شلون تقعدين بروحك بالحديقه وبالليل وظلمه؟ ما يصير. مو ساعه تقولين الجو حلو وخضره على مد النظر، شو النفاق؟ انت ايش عليك؟ انا قصدي ان مره بروحها قاعده بحديقه. يا جماعه بس خلاص، ما له داعي نقاشات جانبيه، ردوا بيوتكم، ادري تعبتوا مرهقين، تفضلوا.